الآن الجهاد كلها في البوابات الانطلاق، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثالث للخيل العربية لاصلة تكافؤ 1400 متر مسافة هذا الشوط، وتسعة جهات تتنافس على المقدمة من خلال هذا العرض القوي في البداية، ومحاولة الآن من خراش النايف في المركز الأول، بينما فراشة ياسمينة من الخارج متابعة أيضا، خراش النايف في المركز الأول والقطري في المركز الثاني على ما يبدو لي، وطويل المركز الثالث، بينما سانت بيبر المركز الرابع ومتابعة أيضا من خلفه في المركز الخامس. إذن كل التوفيق للجميع، طارق الميلس في المركز الأول وخراش النايف في المركز الثاني، بينما خلفه في المركز الثالث والطويل في المركز الرابع والقطري في المركز الخامس، سانت بيبر في المركز السادس. الآن الانعطاف قبل الأخير، محاولة اللحاق من جميع الجهات لطارق الميلس، طارق الميلس ملك الأنسة نورا بتشعل الكواري، ومتابعة أيضا هنا عند الانعطاف الأخير، طارق الميلس في المركز الأول، متابعة أيضا من خراش النايف ومن سانت بيبر لسيد حسن علي المطوي، خراش النايف للشيخ ناصر بن عبد الله الثاني، هنا الخط المستقيم وآخر 400 متر، طارق الميلس في المركز الأول ومحاولة اللحاق من الإقطري وأيضا سانت بيبر، سانت بيبر محاولة للتقدم في آخر 200 متر بين سانت بيبر وخراش النايف وأيضا بن طارق الميلس. إذن هنا نتابع قوة وأداء من سانت بيبر، سانت بيبر في المركز الأول، سانت بيبر إذن يخطف الآن في هذه اللحظات والأمتار الأخيرة، ألف مبروك إذن لسانت بيبر ملك وتدريب السيد حسن علي المطوي والخيال ماركو مونترزي. النتيجة النهائية والرسمية بالنسبة للشوط الثالث في هذا المساء، المركز الأول سانت بيبر، ألف مبروك إذن للمالك والمدرب السيد حسن بن علي المطوي والخيال ماركو مونترزي. المركز الثاني في هذا الشوط خراش النايف، المدرب يوسف بن طاهر ملك الشيخ ناصر بن عبد الله بن ناصر الثاني والخيال مارفين سيورلاند. المركز الثالث هيثم، المدرب عبد الجبار علي، المالك السيد بدر يوسف عبد الله البلوشي والخيال علي الشويخ. المركز الرابع الطويل، المدرب إبراهيم المالكي ملك السيد سعد ربيعة سعد العجلان الكعبي والخيال بيير كونفرتينو. أما المركز الخامس في هذا الشوط فذهب للقطري، مدرب إبراهيم المالكي ملك السيد حسن علي عبد الملك العبد الملك والخيال إبريد فايفر. ألف مبروك إذن للفائزين بالمراكز الأولى من خلال الشوط الثالث لهذا المساء على المضمار الرملي، بانتظار الشوط القادم وهو الشوط الرابع بإذن الله.